مباراة تقليدية، مباراة من أجل فض الشراكة والانفراد بصدارة الذهاب، مباراة مرتقبة تجمع بين فريقين كبيرين. اليوم سنتابع المواجهة المؤجلة المتميزة ورائعة قدمها كل من الفريقين خلال المباراة الماضية. الكرة الآن أهلوية وأول سلة في المباراة لمصلحة فريق الأهلي ببنغازي. إذن فريق الأهلي ببنغازي يفتتح التسجيل عن طريق اللاعب أسامة كويدير. مكن المتابعة الدفاعية حاضرة بشكل جيد عن طريق اللاعب جوزيف. الآن خالد الدرسي يصوب ويسجل. يسجل أول رمية ثلاثية في المباراة تأتي عن طريق اليد الذهبية. خالد الدرسي شوف المحاولة، شوف دقة التصويب والتسجيل لثلاث نقاط لمصلحة خالد الدرسي. التعادل 11 مقابل 11. الآن خالد الدرسي ينقل الكرة باتجاه محمد كويدير. عملية الدوران، التسجيل ما يتمش والمتابعة حاضرة. المتابعة حاضرة من الودان الكبير. الودان الكبير يسجل أول النقاط، يحافظ على تقدم فريقه. مصعب الآن تقطع الكرة، الوداني ينقل الكرة باتجاه خالد الدرسي. خالد الدرسي يمر ويسجل. يسجل خالد الدرسي. إذن أربع، الوداني، كعوان، خالد الدرسي، وجوزيف يفضل التصويب الثلاثية. يصوب، يا سلام، ما فيش كلام. الأسد الكاميروني يظهر من الجهة اليمنى، يسجل رمية ثلاثية في غاية الروعة. شوف الدقة، شوف التصويب كان في غاية الروعة. الأهلي ببنغازي بخطأين. هذه محاولة الآن، كعوان يحاول المرور، يصوب والمحاولة ممتازة ولا أروع المحاولة من كعوان. كعوان الفنان، ممتازة المحاولة. أول سلة لكعوان. محاولة الآن ضاعت ببنغازي، وهذه محاولة ولكن ضاعت المحاولة الثلاثية. يخطف كعوان في هجوم معاكس الآن وخاطف، وهذه محاولة للمرور. يا سلام يا سلام، مر كالماء بشكل مباشر ناحية السلة. سجل وعزز تقدم فريقه اللاعب عبد الحليم كعوان. ممتاز كعوان. كعوان يحاول أن يستغل آخر الأنفاس من الشوط الأول في التسجيل. الآن يدخل بشكل مفاجئ، يصوب، يا سلام، تدبير، امتاع، اقناع في هذا الدخول. سجل، والآن ماكندا يحاول ولكن ضاعت الكرة على ماكندا. وبهذا ينتهي الشوط الأول مشاهدينا الأكارم بتقدم فريق الأهلي ببنغازي على ضيفه وشقيقه فريق الأهلي بطرابلس ب 25 نقطة مقابل 21. كعوان دور دفاعي مميز يقوم به الكاميروني جوزيف، وهذا الدخول من الجهة اليسرى ينجح من خلاله محمد كويدير في إضافة سلة جديدة. إذن سلتان متتاليتان لمصلحة فريق الأهلي ببنغازي، سلتان ثنائيتان. فعل الأهلي ولكن يفقد الكرة، تحصل عليها كعوان. انطلاقة الآن، انطلاقة للهجوم، محاولة للتمرير، يمرر إلى خالد الدرسي، يصوب ويسجل. يسجل يسجل هدف الرمية الثلاثية، رمية ثلاثية في غاية الدقة من خالد الدرسي. شوف 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 المحاولة ممتازة جدا. كعوان، حاول من كعوان يفتح اللعب باتجاه خالد الدرسي، يصوب ويسجل. وجدها ثغرة، وجدها فرصة، أمتع، أقنع، أبدع في هذه اللعبة. ممتاز خالد، شوف المحاولة وشوف التصويب كان في غاية الدقة من خالد الدرسي. كعوان سيطر على الكرة، يتحصل عليها أحمد سعد. الآن تعود من جديد إلى كعوان. كعوان يمر، يدخل، يمر 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 يمر. المتابعة لمن؟ تبقى الكرة، والتدخل بعد أن لمس الكرة اللاعب الشكشوكي، تصبح الكرة في حيازة فريق الأهلي بنغازي. الفارق صعد إلى 13 نقطة الآن. كعوان الآن، خمس نقاط سجلها فريق الأهلي بطرابلس فقط خلال هذا الربع. الربع الثالث، محاولة من خالد الدرسي، يظهر من الأمام، يسجل مرة أخرى، يتقدم، يحاول، ينجح، مبدع، ممتاز اللاعب خالد الدرسي. خلال الدقائق الماضية، يعني قبل دقيقتين وعشرة ثواني، مقابل خمس نقاط فقط، أفضلية مطلقة وواضحة لفريق الأهلي ببنغازي، خصوصا على مستوى الرمية الثلاثية. نشاهد هذه الرمية، يعني صوب من الجهة اليسرى، الآن يواجه السلة ويسجل من أمام السلة من أي مكان. دقيقة الأولى، محمد كويدير
نذكر بأن الفائز في هذه المباراة سيتصدر مرحلة الذهاب. محمد كويدير يحاول الدخول، يدخل يمر ويدخل ويسجل. ممتاز محمد كويدير كعادته دائما. أول سلة في الربع الرابع يعزز بها محمد كويدير تقدم فريقه، يرفع رصيده من النقاط إلى 9 نقاط. وهذه محاولة الآن، بعت المحاولة ترجع من جديد، يخطفها الآن مع عبد الحليم كعوان إلى خالد الدرسي، يحاول المرور، يمر ويسجل. يمر من الجهة اليمنى، يسجل من الجهة اليمنى خالد الدرسي. ممتاز خالد، 20 نقطة، هداف المباراة حتى الآن خالد الدرسي. سليمة كندا والتصويب، يفقد المحاولة إيهاب جويلي، يبحث عن أول رمية ثلاثية إيهاب جويلي في المباراة. نعرف بأن هذا اللاعب متميز، وهذه محاولة للدخول من متميز آخر، يدخل المتميز الآخر محمد كويدير ويسجل سلة ثنائية جديدة، هي الثالثة خلال هذا الربع، الرابع لمصلحة فريق الأهلي ببنغازي. 3 سلات متتالية ترفع رصيد فريق الأهلي ببنغازي إلى 50 نقطة، وتوسع الفارق إلى 19 نقطة. 20 نقطة الفارق الآن، عشرون نقطة. ممتاز، يسلم الكرة إلى الأسد الكاميروني، ماكندا ما يسجلش ماكندا من هذه اللقطة. تدخل ودفاع أيضا جيد، هذه محاولة إلى الوداني، يموه ويصوب ويسجل، محمد الوداني، جمب شوت ولا أروع من الوداني. ثاني سلة للوداني، طبعا هو يلعب دور كبير على مستوى الدفاع. مصعب الآن الأهلي ببنغازي، الوداني الآن إلى كعوان، يمر يفتح اللعب إلى خالد الدرسي، الآن يمرر أسس باتجاه كويدير، برشاخة المعتادة والتواءات المحيرة، يموه بطريقة ممتازة ويسجل سلة جديدة. إذن 14 نقطة أيضا لمحمد كويدير، ثالث أفضل هدفي المباراة. طبعا هدف المباراة هو خالد الدرسي ب20 نقطة، يليه سيلي ماكندا ب15 نقطة، وأربعة أخطاء الآن على محمد كويدير اللي يصبح أيضا ثالث أفضل الهدفين ب14 نقطة. الفرة الإضافية، خالد الدرسي الآن، خالد يحاول من جديد في هجمة حمراء أمام دفاع أخضر، يحاول الضغط، وهذه محاولة للدخول ليدخل. يا سلام من خطأ. يوم سيلي ماكندا وجد صعوبات كبيرة في الاختراق وفي الدخول في ظل وجود. إذن بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه المباراة التي جمعت بين الشقيقين الأهليين، الفريقين العريقين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، بتفوق فريق الأهلي ببنغازي ب58 نقطة مقابل 48. إذن بعد إبداعات الفريقين هناك أبداع آخر ظهر لنا من خلال الكاميرات وراءه أيادي ذهبية، إنه إبداع فريق عمل قناة ليبيا الرياضية بقيادة المخضرم الحاج محمد حتر، فلهم جميعا أجمل تحية. وختاما لكم تحياتي على العبار، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.